قاسم بالدوري الهولندي هو الأكثر شبابا ب 23.1 في المعدل بالنسبة للأعمار. ماركو ديفايو يأتي بالانطلاقة والكرة في المرمى، هدف أول لبولونيا. ماركو ديفايو كمان وكمان يفرح عندما يسجل في فريقه القديم. ماركو ديفايو يسجل هدفه 15 في الليغا سيريا اي وهدف الأول في المباراة مع الدقيقة الرابعة. كرة ممررة في الأمام، تبدو أنها كانت من ريكاردو ميوريني وأمامية إلى ماركو ديفايو وسط ثلاثة من لاعبي اليوبي. شوف التمريرة الرائعة جدا، وديفايو بالخبرة وينططها تنطيط، يضعها لوب، يضعها رائعة بذكاء وبخبرة كبار. واستوراري مهما بلغ في هذه الكرة، مهما عمل استوراري لم يلحق بيد الكرة والكرة في المرمى. هدف أول لبولونيا، هدف مع بداية شوط المباراة الثاني، هدف بالرغم من البداية أيضا اللي كانت مطمئنة لليوفي، ليست بالمستوى ولكن بالأسماء بدخول أليساندرو ديل بييرو.